تحت رعاية المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية والأمم المتحدة، انطلقت أعمال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019، والذي تستضيفه البحرين على مدار 3 أيام، حيث سيتم تسليط الضوء على عدد من المواضيع البيئية التي لها ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة. في ظل التوجهات الحكومية الداعمة لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، انطلقت أعمال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019، والذي سيبحث الكثير من المواضيع للوقوف على أبرز القضايا الملحة إقليميا. مملكة البحرين اليوم تنظم مع منظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومع مكتب الساوث لليونايتد نيشن هذا المؤتمر الهام. تنويع اقتصاد مملكة البحرين كان من أهم الأمثلة اللي اليوم طلعت من رؤية 2030، ونحتاج أن احنا نبرزها في مؤتمرات دولية مثل اللي قاعد ينظم اليوم في مملكة البحرين، وهو توجه صديق للبيئة، توجه أن احنا اليوم كيف ممكن تكون مجالات الاستثمار صديقة للبيئة، كيف ممكن نحن نوفر فرص عمل opportunities للمواطنين البحرينيين في الاستثمارات الصديقة للبيئة. في رؤية البحرين 2030 هناك فقرة تقول تشجيع الاستثمار في التقنية التي تقلل الانبعاثات الحرارية وتعطي فرصة للاستفادة من الطاقة المستدامة. لذلك بموافقة مجلس الوزراء الموقر قمنا بإنشاء مركز الطاقة المستدامة. 3 محاور رئيسية يناقشها المنتدى تتولى التركيز على سبل تحسين القواعد التنظيمية وأطر السياسة العامة للحد من مخاطر الاستثمار الأخضر، مع التشجيع في الوقت ذاته على الاستثمار في هذا المجال بأسلوب مبتكر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع البحث عن كافة السبل التي من شأنها أن تساعد على تنمية القدرات على المستوى الوطني بهدف اتخاذ إجراءات شاملة بشأن الاقتصاد الأخضر. الملتقى هذا عبارة عن محطة الكل يقدر يستفيد منها. اليوم نحن بحاجة إلى فهم أكثر شو نقصد بالاقتصاد الأخضر. اليوم دائما نحن نستخدم المصطلح العام بالاقتصاد الأخضر، لكن نحن بحاجة إلى تفصيله بحيث أن نعرف شو التحديات اللي تواجهها المنطقة العربية. اليوم هي كلها تدخل في منظومة التغير المناخ. اليوم العالم بدأ يتغير المناخ الطقس، سواء كان ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. فلما نتكلم عن الاقتصاد الأخضر نحن بحاجة إلى استحداث عملية المشاريع المستقبلية، إن بحيث تكون مساهمة في عملية تقليل انبعاثات الكربون، مما تساعد على تقليل من تداعيات غير مناخي. لما نتكلم عن منطقتنا العربية، منطقة الخليج، نحن لما نتكلم عن الاقتصاد الأخضر ما نركز فقط على قطاع الطاقة، هناك قطاعات أخرى سواء كانت قطاع الصحة، البنية التحتية، كيف نحن ندخل في مشاريع هذه بنيب أن المواد تكون لها أثر أقل من المواد اللي نستخدمها اليوم اللي تكون لها ضرر في البيئة. نعتقد أن على مدى السنوات العشر القادمة ستستطيع مملكة البحرين أن تحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعطي ميزة نسبية للبحرين، لأن الشركات العالمية عندما تقرر أين تستثمر سيكون إحدى هذه المعايير هي أهداف التنمية المستدامة ومدى صداقتها للبيئة. فهو الآن متواجد في خطة عمل الحكومة، وبعد من خلال تنفيذ هذه الخطة خلال 4 سنوات القادمة ستخطي البحرين خطوات سريعة نحو إنجاز هذه الأهداف. نماذج مختلفة يطرحها المتحدثون حول السبل المثلى التي من شأنها أن تصل لمجموعة من الحلول لمواجهة تحديات التنمية المستدامة. هذا المؤتمر يتبنى فكرة توسيع نطاق العمل بأهداف الاقتصاد الأخضر واستدامة التنمية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.